لو لم يكن من بركات استشهاد السنوار سوى أنه فضح ما في نفوس المدخلية المتصهينة وغيرهم من المتصهينين العرب لكفى. من هؤلاء هشام البيلي الذي كان من قبل خرج ويهاجم أبو عبيدة، قل يا أبا عبيدة جاهب بالسنن، يا أبا جاهب بالسنن، وعد يعني يضع النقاب على وجهه. أخيرا أخرج أيضا فيديو عن استشهاد السنوار ويحقر ويحط من شأن الرجل ومن وفاته وهو يقاوم بالعصا. ماذا قال يعني أحد المدخلية المتصهينة، وما الموقف من قوله؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. من أخطر الأفراد الذين وظفتهم المخابرات المحلية والعالمية المدخلية الجامية، وبرز هناك فصيل منهم أصبح ما نسميه المدخلية المتصهينة. ظاهرهم يعني يلعن الصهينة وضد الصهينة في الكلام، لكن الواقع أنهم لا، هم خنجر في ظهر المقاومة وليسوا في ظهر الصهيونية. بعد وفاة السنوار تذكرون هشام البيلي الذي خرج مغتاظا من تعاطف الناس مع أبي عبيدة ويقول يا أبو عبيدة جاهب بالسنن، جاهب بالسنن. طيب الآن بعد وفاة السنوار ورأى تعاطف الناس، غاضه هذا التعاطف مع السنوار أيضا، فقال هذه الكلمات التي نسمع جزءا منها ثم نعاقب على ما بها من سخف وتصهين باسم الشريعة والدين للأسف. فصاحب الهوى لا حيلة فيه، مهما تأتي له بالبراهين ولا أدلة فإنه لا ينقاد، إنما صاحب الحق إذا سمع الحق يقول سمعنا وطعنا. خذوا مثالا قريبا بل نعيشه الآن. لما قتل السنوار، هذا لما قتل السنوار كيف تفاعل الملايين معه؟ وقفوا عند مشهد واحد، مشهد واحد فقط، أنه قتل على اليهود، مشهد واحد أنه قتل ويلبس بدنته وكذا، مشهد واحد أنه قتل وليس في الأنفاق، مشهد واحد كذا. نسيت الأمة ما فعله السنوار، وقفت مع قتل رجل ولم تنظر الأمة إلى قتل أمة غزة بسبب هذا الرجل. أين العقول؟ أين التدبر؟ أين التفاهم؟ أين التعقل؟ وقفت مع قتل رجل لأن قتل على يد يهود، ولم تنظروا إلى قتل أمة، إلى عبادة أمة، إلى تشريد أمة، إلى تجويع أمة بسبب شيء واحد فقط، وهو رأي السنوار. رأي السنوار الذي كان كابوسا على أهل غزة، رأي السنوار الذي جلب العارة وجلب الشنارة وجرب الدمار على أهل غزة. ألا تعقلون؟ إن لم تفهموا من قبل الآيات والأدلة الشرعية وفقه الجهاد في الشريعة، وأنه لا جهاد إلا بقدرة وراية، بقدرة وسلطان، لا جهاد إلا جهاد دولة، والسنوار ليس دولة، السنوار ليس دولة، والسنوار ليس قدرة، فأين عقولنا؟ ونحن نمدح رجلا ونقف عند رجل الكل يثني ممن على ضربه وممن لا يفهم المسألة، ولا يقف عند ماذا؟ ولا يقف عند إبادة هذا الرجل لأمة، لأمة. إن كان السنوار قد قتله نتنياهو عليه من الله ما سعي، نسأل الله أن يدمر نتنياهو وأن يدمر يهود، نسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا في غزة وفي الضفة وفي كل مكان. لكن السنوار مكن منه نتنياهو، مكن منه غربا حاقدا، مكن من أهل فلسطين هذا، من أهل غزة هذا. من الذي قتل أهل غزة وتسبب في ذلك؟ القاتل إما مباشر وإما متسبب. إما مباشر يقتل، السنوار لم يقتل فلسطينيا في غزة، لم يقتل، لم يأخذ الرصاص ويقتل، لكن تسبب، لكن تسبب، تسبب في دمار بلده، تصبر في تجويع بلده، تسبب في ضياع غزة. فالأمة تقف عند وكأنها تمثل فيلما، عند رجل قتله يهود، لكن قتل يهود. من هو السنوار؟ من هو السنوار الذي قتل؟ وقفت معه بالعلم، وقفت معه بالفقه، فقه الجهاد الذي ورط أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة يوم الخندق،
لما أرسل ليأتي بأخبار القوم وأمامه أبو سفيان كان يمكن أن يقتله، لكن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا، لا تضعرهم علينا، وهو حذيفة الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم الرسول: لا تضعرهم علينا، لا تستجيبهم علينا. والسنوار أجرم في حق أمته، جلب اليهود علينا، جلبهم، كانوا في تل أبيب، صاروا في غزة الآن يقسمونها التقسيم الجديد. غزة أرضا الآن ليست كغزة قبل 7 أكتوبر، غزة نخل الجدار العازل فأخذ جزءا، ويدبرون الآن لأخذ الشمال لتكون سكنات عسكرية لليهود، وأضافوا إليها جنوب لبنان حتى يصلون إلى الليطاني، نهر الليطاني، لتأسيس هذه الدولة التي يريدون. والسبب السنوار، وقفتم عند قتل السنوار ولم تقفوا عند قتل أمة وعبادة أمة وابتلاء أمة. هذا بعض ما ذكره البيلي، أحد المدخلية الذين نصنفه تحت في هذا السياق المدخلية المتصهينة للأسف. طبعا الكلام ربما ينطلي على بعض الذين لا يعرفون الشرع جيدا، سواء في السياسة أو في الشرع. يعني أولا يقول: لا جهاد إلا بدولة ورايا. أي جهاد أيها الجاهل؟ أنت تتحدث عن جهاد الطلب، الفتح، أما جهاد الدفع، دفع الاستعمار، فهو الاستعمار أصلا حينما يأتي ويهدم الدولة التي احتلها، فلا توجد دولة. أي دولة؟ طيب إذا كان الجهاد بهذا الشكل واجبا فريضة كما تدعي، فمن الذي أضاع الدولة اللي كانت فلسطين؟ لماذا لا تفتي في شأن هؤلاء الحكام الخونة؟ لن تجرؤ، لأني أنت في دول أحد حكامها في هذه الدول من تطاطأ مع العدو. ده واحد. اثنين، لك لابد من جهاد من راية. ما المقصود بالراية؟ ما المقصود بالدولة؟ ومن الدولة التي ستعلن الجهاد ضد الصهاينة في فلسطين؟ من؟ أين هي الدولة؟ هل الدولة الفلسطينية على يد محمود عباس أبو مازن الذي معه يعمل تنسيقا أمنيا مع الاحتلال؟ هل هذه هي الدولة؟ هذا كلام فارغ. من قال إن الجهاد لابد من دولة وراي؟ هذا في الطلب. أما الدفع المستعمر هذا الشرع قال فيه والعلماء يخرج فيه: الابن بدون إذن أبيه، والزوجة بدون إذن زوجها، والدائن بدون إذن دائنه، والعبد بدون إذن سيده. هذا ليس فيه إذن، وإذا لم توجد أصلا بالأساس الاستعمار يأتي على أنقاض دولة ولا يأتي على دولة موجودة، يعني هو يأتي الاحتلال وفي هناك دولة وجعلها تقيم وتعلن عن الجهاد ضده. الإنجليز لما دخلوا الهند احتلوها وسخروا مشايخ مثلك لإبطال وإنهاء الجهاد. ده واحد. اثنين، إن السنوار قتل أمة. لا، أنت كذاب كذاب، لأنك تعلم أن من القتل المباشر الصهاينة، القتل غير المباشر الحكام العرب والدول التي حاصرت غزة قبل 7 أكتوبر، طوفان الأقصى. من الذي جوع أهل غزة؟ من الذي لم يعمر؟ من الذي حينما حدث حريقا في إسرائيل سيروا الطائرات وعزوا فيهم وساهموا وساعدوا؟ من الذي حينما جاء طوفان الأقصى صنع جسرا بريا؟ مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، دول عربية. لا تجرؤ، لأن النعل في فمك، في فيك، أن تتحدث عن الذين تواطؤوا على غزة بينما تزعم وتدعي زورا وبهتانا وحقدا على رجل مات شهيدا يناضل أنه الذي أضاع غزة. يعني قبحك الله، وقبح رأيك، وقبح قولك، وقبح ظهورك. أي سفاهة هذه، وأي محاولة للي أذرع النصوص إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلنا حذيفة لا تحدث فيهم، لا تزعرهم علينا، تمام. ولما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، من موقف ولما كذا؟ ثم من هو النبي الآن؟ إذا نصوص شرعية، هذه أمر سياسي في غزو أمره ألا يحدث أمرا، تمام. ومع ذلك قال لأبي بصير وهو فرد: ويح أمي مسعر حرب لو كان معه رجال. ها، ما قولك؟ كيف نقارن؟ أنت تجتزئ لأنك جاهل، لا تصلح إلا في الاجتزاء، في التدليس، في التبرير الذي للسلطات والحكومات. ثم إذا كنت عندك جرأة في الحق فعلا تريد العقيدة الصحيحة،
ما حكم الحكومات التي توالي الكيان الصهيوني؟ انت كاذب في دعواك انك تدعو على نتنياهو. اللهم دمر نتنياهو. ها؟ لو كانت الدعوه صحيحه وقلت ودمر من يعاونه اكمل، لان نتنياهو بدون من يعاونوه لا شيء. تقول اثار الغرب علينا، الغرب والعرب لم يثيرهم، لم يحرضوا، لم يقوموا بدور خسيس. لو كنت صادقا لبينت، نعم تخطئ السنوار كما تشاء، ولكن تعالى اذا السنوار مخطئ فهناك من ارتكب الخطايا والجرائم، وتصل كما تدعي انت في اعتقادك ومذهبك السلفي، تصل بهؤلاء الى الرده، الولاء والبراء. ام انه الولاء والبراء فقط للحكام؟ شغل المدخليه المتصهينه، اما الولاء والبراء للاسلام فده في اخر شيء. ان كنت صادقا بين لنا، دعك من السنوار فقد لقي ربه، سيحاسب عند ربه. تكلم الآن عن الأحياء، عن الحكام العرب، عن الدول التي تمنع، الدول التي تمنع حتى التعاطف، التعاطف مجرد التعاطف. أنت كذاب، يعني أضفت إلى مدخلياتك التصهين، تريد أن تفت في عضد الناس، ولكن هيهات هيهات، إنها الغيرة التي تأكل قلبك وقلب أمثالك على هؤلاء الذين ماتوا ولقوا الله. ثم تسخر من طريقة الوفاة، اللي بعصى لعصاه أشرف من آلاف مثلك، أشرف وأطهر وأكرم، بل لحذاؤه وليس عصاه فقط. خطئ كما شئت، ناقش كما شئت شرعا وخطأ، خطئ، لكن ستكون شجاعا بحق إذا ناقشت من يرتكب الخطايا مع أهل غزة، الذي يجاوع أهل غزة، الذي لا ينصر أهل غزة. إن كنت صادقا تفضل، ولا أظن كذلك أبدا. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا من أمثالكم، وأن ينجي الأمة من ضلالاتكم، اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.